أكد رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الإذاعات الإسلامية تركي شبانة خلال ترأسه الاجتماع الرابع للمجلس التنفيذي لاتحاد الإذاعات الإسلامية أن الاجتماع يأتي لتفعيل مؤسسات العمل الإسلامي المشترك في مجال الإعلام لمواجهة التحديات وخدمة القضايا المشتركة. يأتي هذا الاجتماع في وقت تتنامى فيه الحاجة إلى تفعيل مؤسسات العمل الإسلامي المشترك خصوصا في مجال الإعلام، وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة وصياغة خطاب إعلامي رصين يخدم قضايانا المشتركة ويدافع عنها أمام الرأي العالمي. ومما لا شك فيه أن هذه المؤسسة التي نجتمع اليوم لمناقشة أوضاعها هي من أهم المؤسسات الدولية التي يمكن التعويل عليها في هذا الجانب، نظرا لخبرتها الكبيرة في التعاطي مع قضايا الإعلام وكونها أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامية المتخصصة، والتي يعول عليها اللعب دورا محوري في تنسيق العمل الإعلامي المشترك في مجال الإذاعة والتلفزيون على مستوى العالم الإسلامي. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا من هناك مراسل الإخبارية عبد الله الغامدي. أهلا وسهلا بك عبد الله معنا، ماذا لديك؟ شكرا لك نفلة، وحييك وحيي مشاهد الإخبارية في كل مكان. نحن نتواجد الآن في مقر منظمة التعاون الإسلامية بجدة، حيث انطلقت في صباح هذا اليوم تقريبا في الساعة 10:30 اجتماعات أعضاء اتحاد الدول الإسلامية. كان هذا الاجتماع تقريبا شارك فيه ثلثين عدد الأعضاء، إذا ما عرفنا أن عدد الأعضاء ما يقارب 56 دولة من الدول المشاركة تحت ظل المنظمة. نوقشت من خلال هذا الاجتماع العديد من المواضيع، ولعل أبرزها هو إيجاد صيغة خطاب إعلامي موحد لمواجهة الوضع الراهن ومواجهة ما تواجهه الدول الإسلامية، كذلك العمل على استخدام اللغة العربية كلغة أساسية في خطابات وتعامل تعاملات اتحاد إذاعات الدول الإسلامية. كما تم العمل على إيجاد برامج جديدة لتفعيل دور إذاعات الدول الإسلامية خاصة في مجال نشر اللغة العربية وأيضا نقل الصورة الحقيقية عن الدين الإسلامي وتسامحه ويسره، وأيضا عن التسامح فيما بين الأديان، لأن الإذاعة تعتبر طرف مهم في إيصال الصوت الإسلامي للجميع. الآن قبل قليل انطلقت أيضا اجتماعات اللجنة العمومية لأعضاء اتحاد الدول الإسلامية للإعلام أو لإذاعة الدول الإسلامية. هذا الاجتماع ينطلق الآن تقريبا منذ نصف ساعة بدأ، سيتم فيه إقرار ما نوقش خلال اجتماع صباح هذا اليوم من قرارات والعمل على توفيعها على التوقيع عليها وأخذ موافقة كافة الأعضاء على هذه الإجراءات التي تم الاتفاق على صيغتها النهائية. نعم، هل هناك اجتماعات أخرى مجدولة؟ لا، الحقيقة هناك اجتماعين، الاجتماع الأول كان في تمام الساعة 10:30 صباح هذا اليوم. نعم. وأيضا هنا اجتماع اللجنة العمومية لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية. الاجتماع الأول شارك به مجموعة من الأعضاء، الآن رؤساء الوفود هم الذين يشاركون وبعض ممثلين الدول في هذا الاجتماع، ويعتبر اجتماع بصيغته النهائية لإقرار ما تم تنفيذه من اجتماع صباح اليوم. ماذا عن التوصيات المتوقعة من هذا أو مخرجات تلك الاجتماعات عبد الله؟ والله من أهم التوصيات التي توصلنا إليها هو ازدياد تطوير الأمور الإدارية في اتحاد الإذاعات الإسلامية، وأيضا استخدام اللغة العربية التي كانت من ضمن الأهداف الرئيسية التي أنشئ من ضمنها اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، وأيضا إيجاد أو توحيد وجهات النظر فيما بين جميع الأعضاء لاتخاذ صيغ تكون قوية ويكون تأثيرها إعلاميا على مستوى دول العالم أجمع.